عدد المسابقات. بس هي بتحتاج preparation قد ايه يعني، او ان انا عشان استعد مفروض اقعد اتمرن قد ايه، ولازم يكون عندي history رياضي، ولا ممكن فجأة كده انا فكرت ان انا اخش يمكن يبقى عندي التالنت وخلاص؟ يعني هل هي زي الرياضات التانية محتاجة من سن مبكر، ولا الموضوع مش كده؟ شور طبعا، اي رياضة او اي لعبة بالذات احنا كمان بالعكس احنا محتاجين اكتر يعني. طبعا الموهبة مهمة جدا، البنيان البدني مهم جدا. كل لعبة لها مواصفات بتبقى عايزة يعني شكل معين حتى في اللاعب. لكن اللي أنا عايز أقوله لك طبعا بيبقى فيه إعداد، حتى المضمار بيبقى إعداده الأول، بيبدأ إعداد بدني وبعدين بعد كده بيبدأ بيتدرب على الطريق وبعدين يخش على المضمار. ان شاء الله انا يعني وعدتوني تزورونا هناك ان شاء الله. ده كان من سنه نتشرف. ولسه ما عملناش ده، نتشرف. لا لازم تيجي كريم احسن واحد تاخد منه كلام. ده احنا نتشرف، ده احنا والله نتشرف، ده احنا ننبسط قوي. ان شاء الله ان شاء الله. وبقابلني لو شفته. لا ان شاء الله تكونوا موجودين عندنا، يا ريت تشرفونا بكره. بكره اليوم النهائي يعني ده تقريبا امتى؟ لان احنا هيبقى شغالين من 9، كل يوم من 9 ل 12 ده ميعاد الهوا بقى. شوف وميعادين من 3 ل 5 كل يوم، دي السباقات ميعاد الراديو بقى. شوف الراديو يعني مش مكتوب لنا يا فندم، مش مكتوب لنا. نرتب موعدنا معاكم ان شاء الله بعد. بس والله يعني حتى لو ما قدرناش يعني نحضر، بس اكيد بنسعد يعني. الكلام اللي حضرتك قلته من شويه يسعد اي حد، فكره ان في سيطره وهيمنه مصريه على كل الميداليات شيء عظيم. احنا بنتكلم على رياضه يعني درجة قوي وموجودة قوي، وحضرتك كنت بتتكلم مع نهاوند من شوية وجات سيرة الموهبة من ضمن متطلبات ممارسة هذه الرياضة. أنا كنت قاعد مبتسم قوي ليه وحضرتك بتقول الجملة دي؟ أنا فلاش باك كده لمشاهدات يعني حياتية سابقة. إحنا عندنا شوية ناس في مصر مش بيلعبوا بقى بشكل احترافي، ممكن تلاقي واحد مثلا إيه مكواجي راكب عجلة وماسك الحاجات وسايق زي الفل. الناس اللي بيبقوا شايلين طبالي العيش على راسهم ده مش موجود في أي حتة في الدنيا غير عندنا يا دكتور. فالمفروض ده ينتج عنه درجات popular سبورت يعني. رياضة شعبية طبعا طبعا. لكن طبعا زي ما انت فاهم يعني، هي نهواند برضو فاهمة اكيد، ان احنا عندنا في المستوى البوبولار وده جميل، وفي بقى نوع ثاني بقى، وفي بقى اللي هو بقى اللي انت بتخش بقى ان انت تبقى تخش في دور البطولة طبعا. ده قصة وده قصة بديهي طبعا، لكن الحب بقى بس هو ده البوبولار. المقومات موجودة عند اغلبنا، ده اللي اكيد 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 يعني. احنا عندنا كمان بص بقى ميزة المضمار ده ايه بقى؟ ان انت في الطريق بتبدا من 14 سنه، انت عندك هنا بتبدا من اقل من كده. فبتدي مساحه كبيره جدا للشباب الصغير اللي طالع يلعب، دي نمره واحد. نمره اتنين ان انت النهارده السكيورتي والسيفتي مهمه جدا يعني. انت في الطريق برضو بالذات في بلادنا احنا الطريق ما بيبقاش فيه سيفتي جامد يعني. انت عارف عندنا ما فيش طرق مخصصة إن شاء الله، بدأت الدولة في المدن الجديدة يعني تهتم بهذا، ويبقى في خط سير خاص بالدراجات، لكن يعني لسه ما انتشرش في كل أنحاء الجمهورية. لكن المضمار ده بقى هو ده يعني زي أنت زي حمام السباحة يعني، زي ما قلنا قبل كده تقدر أنت مثلا ابنك ولا بنتك تقدر تجيبها وتسيبها وتروح شغلك وتيجي تاخدها في الطريق. لا لو أنت عايز ترافقها هتفضل معاها ساعتين ثلاثة أربعة راكب عربيتك وماشي وراها لغايه اسكندريه لغايه الاسماعيليه. فطبعا دي ده مجال كبير جدا بالنسبه لنا ان رياضه الدراجات تبقى قويه في مصر ومنتشره في مصر، بالذات دراجات المضمار، لان كمان بتدي فرصه لاولياء الامور، بتدي فرصه للجمهور انه يجي يقعد على السيتس، يقعد يتفرج، يبقى قاعد يتفرج مش ماشي بعربيه